سنة 30 لإنشاء مؤسسة أشرف أولا. ثانيا المسألة الثانية هو أنه جميع المواطنين الآن وصلت تقريبا 60 محاضرة في المغرب كله، فيعني هذا تبين بأنه هذه العملية ديال جميع المواطنين أخذت ولا عندها أثر كبير. ثالثا أننا انطلقنا مع جمعية لسيتويان المواطنين، طلقنا هذه العملية ديال جمع المواطنين من أجل الأساتذة والمدرسين، وهذه بادرة أولى. فلكل هاد الأسباب تنظن بأنه كان ضروري أننا نأخذ الوقت باش نوضحوا التوجهات الكبرى. التوجهات ديالنا احنا معروفة في جميع المواطنين، تنقشوا على المؤسسات والحياة السياسية، على الاقتصاد وعلى تدبير المقاولة، وكذلك على الفكر والمجتمع. هذه هما المحاور الثلاثة التي تقوم فيها المحاضرات. المحاضرات مفتوحة للناس تيجيو من جميع الأعمار كيفما كان يعني تكوينهم. المحاضرين تكونوا تدلهم الأجرة ديالهم على 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 هذا. فاحنا اللي تنديروا عمل تطوعي ماشي المحاضرين، والاختيار المحاضرين تيبدا على اساس المعرفه ديالهم والخبره ديالهم. تيجيو ناس من المغرب ومن خارج المغرب باش يديروا هذه المحاضرات.